إلي كمان شال حبة هلا، حبة تاني. برافو نزيه. خلينا نحكي شوي عن العدة المستخدمة. أول شي عنا قصبة 4 أمتار كربون، عليها خيط على المكنة، خيط 37، العمرة كمان معمولة بالخيط الأساسي 37. أول عنا طعم رايدس بسنارة 10 فوق الرصاصة، عنا رصاصة 70، هيدي هاند ميد أنا صببها. تحت رصاصة عنا كمان هاي السنارة عن الطويل على طعم قرايديس، خيط فلوري كاربون 13. رح نكبها على بعيد ونشوف شوف النتيجة سوا، خلوكم معنا.
هيدي الشباب اليوم ذبح والمنافخ ذبح. ما بننسى نعمل لايك للفيديو.